نحكيو على البوات سيفيك المولى نتاعو ولا قداش يكفي 510 ايترا الوغ الكرباني مشتوني عليها واللي بجا منها برشا طلب منكم انتوما اليوم باش نحكيو على سياره العائله لو اليوم باش نعطيكم اهم المعلومات لازم تعرفوها عن نيسان كاشكاي جديده يلا ليتس جو اليوم كما قاعدين تشوفوا رحدانا الكليو سانس الفئه الجديده باش نحكيو عليها في معاكم كما برشا منكم جدا طلبوا مني اليوم حبيت نغير الموضوع شوي باش نحكيو على السياره العائليه الشعبيه الوحيده في تونس او نشوفوا ارخص سياره في تونس اما اليوم نكتشفوا مع بعضنا المستقبل القريب او نحكيو على الدخلاني نتاع الكهرباء اللي كنتم تقريبا تستناو فيه اليوم جبت لكم كهرباء جديده ماركه جديده ما عندهاش برشا كي دخلت السوق اسمها ساو ايست دونك مثال توا نحطوا نجربوا المود سبور ان شاء الله تكون لاباس وفي صحه جيده اليوم كما قاعدين نشوفوا نحكيو على موضوع السيارات الكهربائيه في تونس اما قلت لكم قاعدة العجله تاعها 267 زعما كيفاش المساحات من داخل شو عملت لكم جيت نصور لكم في كهرباء مميزه جدا وكهرباء حصريه مازالت ما جاتش لتونس اليوم جبنا معنا الاوبيل استرا جديده نفس كلمه الاوبيل استرا بالضبط 16 17 18 انش تختلف على حسب الفئه اللي بتاخذها وليما جبت لكم ماركه فرنسويه من نوع دي اس والموديل اللي معنا اليوم هو دي اس 4 وتصنف كاجمل سياره لسنه 2022 في العالم كهربتنا اليوم تصنفت في 2021 كسياره العام في الفيرسيون العاديه وفي الفيرسيون الكروس نتاعها في 2022 تصنفت كسياره المدينه دونك اليوم نحكيو على الموتور نتاعها الكومبورتمون نتاعها في الكيس يلا بينا ليتس جو اليوم حبيت نصور كهرباء موجوده في تونس ما عندهاش برشا كيجات واللي هي الاوبل موكا جديده